متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. الحين الآن تتواجدوا في منطقة الحبوس من مدينة الدار البيضاء، منطقة الحبوس معروفة بالصناعات التقليدية. الرواج هنا ما كانش انقطع لسنوات طويلة، ولكن لكورونا كان لها رأي آخر، حيث جينا هنا باش نستفسروا آراء التجار وآراء الصناع التقليديين حول مصير الصناعات التقليدية في ظل جائحة كورونا ومستقبل هذه الصناعة. فرجة ممتعة. بالنسبة يعني الصناعة ديالنا شي تقليدي، كنتعاملوا مع الناس في الصناعة صناعية ببساطة على قد الحال. البلغة كتجي من فاس، قندورة كتجي من فاس، سروال قندوزي، يعني كلشي لباس تقليدي من فاس، كلشي هادشي اللي كاين. بالنسبة للرواج هاد العام ما كاينش رواج صناعي، واكل العصا باش نهضرو، يعني واحد 80% ديال النقصان بالنسبة للسنين اللي فات، تقريبا 80%. وكنطلبوا من الله من هنا لقدام يكون خير ان شاء الله بالنسبه لنا الشيء ديالنا ديال المناسبات. وحاجه اخرى بالنسبه للصناعه التقليديه، عندك السياحه كتلعب واحد 60% بالنسبه للمغرب. هذا العام ما كايناش السياحه، يعني الصنايعي شويه مسكين واكل العصا. حنا في هاد الصناعة التقليدية في هاد العام كلينا العصا بزاف، حيتاش هاد الكونفينمون وهاد المرض مهم. راك عارف الوقت مات وكلشي ما بقاش كما كان. مقارنة مع الأعوام اللي فاتوا كانت الحركة مزيانة، وكنا كنخدمو مزيان، وكانت فلوس وكان، ولكن دابا هاد العام كلاو الناس ديال الصناعة التقليدية العصا بزاف. كنخدموا مع الناس مزيانين، وهاد العام كاع درنا اثمنه مزيانين بزاف ونقصنا، وما بقيناش دايرين كما كنبدا دابا تبغى تبيع وتفك السلعه، حيتاش الوقت ميت بزاف. سي عبد الله زاهر، امين تاع الجوطيه تاع الحبوس، اشني الوضعيه تاع البيع والشراء في هذه المنطقه هذه مع كوفيد 19 ولا كورونا؟ اش غادي نقول لك بالنسبه لهذه المنطقه خصوصا الحبوس، تعتبر من المناطق المشهوره في الدار البيضاء، ولا ما قلت لك حتى في المغرب كاع كامل مشهورة. باش مشهورة في الصناعة التقليدية بمختلف الأنواع الصناعة التقليدية، بما فيها الزرابين، النحاس، القندورة، الجلالب، يعني كاع منتوجات الصناعة التقليدية. ولكن هاد السنة اللي دازت ديال الكوفيد، شنقول لك الناس هنا ماشي لا صناعة تقليديين ولا تجار ديال الصناعة التقليدية، ماشي وقفت عندهم الحركة. باش نقدر نقول لك نمشي معاك أنهم ماتت عندهم الحركة، انه الناس هنا كيعانيوا بزاف. عاد كي الانسان اللي هنا كيبرك 20 يوم شهر ما كيلقاش حتى 10 درهم يدخلها، وهذا راجع كله لاش؟ لانه تحبسات عليهم الطريق اللي كتجيب الناس، السواح اللي كتجيب من برا، والناس ديال برا اللي كانوا كيجيو، الجاليه المغربيه اللي كانت كتجي، هي كانت كتجي في الوقت ديال اخر شهر 7 و8 كيجيو، حتى هما كياخذوا كيروجوا شويه الحركه. هاد العام وقفت داكشي من عند الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نقولوا. اذا انتم عندكم ارتباط بالسياحه والمغاربه في الخارج؟ اغلب واحد 80% 80% حتى 90% غير الاجانب، لانه المغاربه المغربي غادي يجي ياخذ ديكور ديال النحاس باش يديه في الدار، وداكشي خاصو امكانيات. حنا كنعرفوا الله يحسن العوان، كلشي مغربي موظف ولا عامل ولا داكشي راه يلاه كيتكافى مع الحياه، ما يمكنش يجي ياخذ ديكور يعلقه في الدار ولا داكشي، ولا ياخذ زربيه بواحد الثمن، ولا يعني واحد 90% ديال التجاره عندنا كتكون مع الاجانب ومع الناس ديال برا.
وما استفدتم تم شي دعم اجتماعي على مستوى الكورونا؟ كانوا دفعوا الاستفاده الاولى ديال ديك هذاك، دفعوا بعض المحل، بعض الناس المحلات استفدوا، ولكن داكشي ما كافيش، ما يدير لهم والو، ما كافي والو. يعني هاد 3 شهور داز ديال الاستفاده، ومن بعد دابا حنا 9 شهور والناس واقفه، انا واقفه، ما كاين اللي كياكل في راس ماله. كاين اللي كان عنده 2 مليون في راس المال، تمشي دابا تدخل عنده الحانوت كتلقاه كيبيع حوايجه في الدلاله، ولا كيبيعهم بالخطيه باش كيكمل المعيشه ديالو، لانه ما عنده حتى شي مدخول اخر. المدخول الوحيد عنده هو هذا، ما عندوش شي تعويض ديال لا سين اس اس ولا شي حاجه ديال صندوق الضمان ولا شي حاجه ديال والو. يعني ملي وقفت عنده راه وقف، داكشي يضطر ياخذ داكشي ديالو، المحل ديالو، ويبدا يبيعو حاجه ب 1000 ريال، يقدر يبيعها ب 500، خصو غير باش ما يسير على راسه.